مرور ساعات على إعلان وزارة الزراعة في حكومة بغداد بدء شراء محصول القمح المحلي من المزارعين العراقيين وفقا لما أكدته وكالة رويترز، تم حرق مساحة كبيرة من هذه الأراضي الزراعية خلفت خسائر باهظة في حقول القمح المنتشرة في جزيرة تكريت شمالية بغداد والتي تخضع لسيطرة ميليشيات الحشد. الحرائق تزامنت مع حرائق أخرى في محافظة ديالى حتى وصل الحال بقائد الشرطة بتصريح عن الموضوع قائلا إن الشرطة ستتعامل مع هذه الحرائق معاملة العمليات الإرهابية. لنشاهد مع المشاهدين الكرام لقطات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لحرائق حقول الحنطة أو الحنطة بجزيرة تكريت. المزارعون في مناطق شرقية مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين عثروا على أداة جريمة حرق حقول محصول القمح، وقال المزارعون من منطقة العلم شرقية مدينة تكريت إن مجهولين لديهم خبرة بصناعة المتفجرات وضعوا أجهزة تتسبب بحريق وسط حقول القمح ليمتد إلى أكبر رقعة أو رقعة مزروعة من هذه الأراضي، مبينين أن الجهاز يتم التحكم به عن بعد من خلال هاتف النقال. فنشاهد.